كان الله ضابط الكل فلماذا؟ بيقول الكاتب في الجزء ده إن المعضلة الأساسية اللي بتواجه أي حد بيؤمن بوجود الله، إزاي يكون في إله صالح وكلية قدرة وفي نفس الوقت يبقى خالق عالم مليان بالشر والبؤس والمعاناة؟ السؤال ده لأنه سؤال منطقي فتسأل من زمان قوي، سألوا ناس عاديين وسألوا فلاسفة وباحثين. في فيلسوف يوناني قديم اسمه أبيقوريوس قدم طرح متكون من 3 أسئلة مترتبين على بعض. السؤال الأولاني بيقول: هل الله عايز يشيل الألم بس مش قادر؟ فده يخلي الله مش كلية قدرة. طب هل الله قادر بس مش عايز؟ يبقى الله مش كلية صلاح. ولو الله كلية قدرة وكلية صلاح، يبقى ليه في ألم ومعاناة؟ جه أكتر من فيلسوف بعده، جه كذا حد طور الطرح ده لدرجة إن في فيلسوف يوناني آخر اسمه ساكستس إمبيريكس قال إنه اللي بيقول إن في وجود لله هو إنسان بيقع لا محالة في عدم التقوى، لأن وجود الله ما ينفعش يكون بيمشي في نفس الوقت مع وجود ألم وشر ومعاناة. السؤال ده بيتجدد وبيتجدد في عصر اللي احنا عايشين فيه كمان. السؤال اتجدد في الغرب وبيتجدد في الشرق، بيتجدد قصاد حوادث بتبان صعبة جدا على الفهم الإنساني. فمثلا حاسة زي زلزال لشبونة غيرت في فكر فلاسفة كتير زي هيجل وكانت روسو. احنا كمان في الشرق مع كل الأحداث المؤسفة والصعبة اللي بقى لنا وقت طويل بنعدي بيها، ولأن احنا عايشين في الشرق في وسط ثقافة دينية، فثقافة الدينية دي ولأنها غير منضبطة ساعات بتخلي السؤال كمان يكون أكثر حدة، وبيتجه شباب كتير قوي لفكرة الإلحاد والفكرة إن التقدم العلمي والديمقراطية هي اللي ممكن توصلنا لحل مشكلة الألم والشر في العالم. الحقيقة إن مشكلة الألم زي ما بيقول الكاتب هي مش مشكلة فكرية نقدر نحلها إن إحنا نفكر شوية ونلاقي حبة إجابات ونظريات. مش هنقدر نعمل نظرية بتقول 1+1=2 فبتحللنا معضلة الألم. فالحل اللي بيكون لينا قدام معضلة الألم هو المحبة الإلهية، لكن المحبة الإلهية المختبرة. المحبة الإلهية مش هتنزع الألم ولا هتغير الواقع اللي احنا عايشين فيه، لكن هتساعدنا نجوز وسط الألم ده. حاجة كمان مهمة جدا هو الاستعداد قبل الألم. وقت الألم مفيش أي إنسان متألم ينفع يستقبل أفكار أو لاهوت سليم ومنضبط، لكن بيكون مهم قوي نبقى بنعد نفسنا قبل وقت الألم، بنعد نفسنا بإن إحنا نعرف يعني إيه مشيئة الله، يعني إيه صلاح الله، إيه هو دور الصلاة، إيه هو اللي حصل في العالم بالسقوط، وإزاي إنه العالم كان مخلوق عالم صالح لكن السقوط الإنساني أصبح أمر واقع وليه حاجات كتيرة مترتبة عليه. الكاتب بيختم الفصل ده بإنه بينبهنا في وقت الألم مساندتنا أهم كتير من إجابتنا. مهم قوي إن إحنا نكون حقيقي شاعرين بالإنسان المتألم وبنسنده، مش بنوافق على كل الحاجات اللي بيتهم بيها الله، ولكن بحذر، لأنه ده مش الوقت اللي ينفع فيه نعدل أفكاره ونعدل لاهوته. ده الوقت اللي بينفع نكون مساندين للإنسان المتألم. ومهم إن إحنا نفتكر إن إحنا لازم نبني أنفسنا ونبني تفكيرنا قبل وقت الألم.